في الربع خط الظهر مفيش اختلاف عليه، لكن في وسط الملعب هيبقى عندك ديانج، هيبقى عندك السوليه، هيبقى عندك امام عاشور، هيبقى عندك كمان بقى اكرم الكندوسي لو ما خرجش اعاره، فهيبقى عندك نيدفيد. خلي بالك نيدفيد لو بادائه مع فيوتشر ومع شغل كمان كولر والتطور اللي ممكن يحصل له على ايديه، ممكن هتلاقي صفقه مهمه جدا جدا عوده نيدفيد لتشكيل النادي الاهلي، لان هو هيخدمك، هيبقى عندك بدايه متوفره عناصر شابه. يعني السوليه خلاص العمر، السوليه بيكبر في العمر، لكن دلوقتي انت عندك اكرم صغير، نيدفيد صغير، امام عاشور صغير، في وسط ملعب النادي الاهلي هيبقى في حيويه وفي نشاط، في قوه، في انطلاقات هجومية، تطور كبير جدا. ده هيفرق وهيخدم النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية. الناحية الهجومية عنده بيرستا، وعنده حسين الشحات، عنده رضا سليم، عنده كهربا، عنده احمد عبد القادر، عنده طاهر، في زخم كبير جدا في الناحية في الجناحين. التشكيلة المناسبة بقى التشكيلة المناسبة قلت لك الرباعي مفيش خلاف عليه، تمام، والشناوي حارس مرمى، والشناوي حارس مرمى طبعا. في وسط الملعب اليو ديانج، امام عاشور، ممكن احط اكرم توفيق او كريم نيدفيد، وفي الخط الهجومي حسين الشحات. مروان عطيه راح فين؟ الجوكر. مروان صحيح، ده ناس مروان. لا مروان ده انت تحط مروان وتحط عليه. لا مروان عطيه طبعا. لا مروان لعيب كبير، واحنا قلنا واتفقنا ان مروان يعني فرق كبير جدا وجوده مع النادي الاهلي. فمروان مع نيدفيد، لا بص خط الوسط من كتر اللعيبه اللي فيه، لكن ما ينفعش انسى مروان. بفكرنا يعني برضو بيراميدز على شكله نفس القصه، برضو عنده نفس بيراميدز. لو جيت برضو تشوف مين تحط مين في التشكيل وبتاعه، تلاقي برضو يعني فرايت كتير جدا. بيراميدز نفس القصه، وسط ملعب قوي جدا. ما هي بص كمل الاهلي وبعدين اروح لبيراميدز. يعني مروان عطيه طبعا، امام عاشور، اليو ديانج، او يعني مع اليو ديانج تحط نيدفيد او اكرم توفيق، لكن الناحيه الثانيه امام عاشور، ثلاثي اللي هم الثلاثه اللي قدام، بيرستاو، حسين الشحات او رودا سليم، ومهاجم كهربا لحد ما نشوف المهاجم الافريقي او المهاجم المحترف. لكن مش هيخرج تشكيل النادي الاهلي الموسم اللي جاي عن مروان عطيه في نص الملعب، امام عاشور، ديانج او نيدفيد او اكرم توفيق، وعندك الخيارات الهجوميه كتير، بس حسين الشحات او رضا سليم مع بيرستاو مع كهربا مهاجم صريح.